لقاء 30 وطنيا لمستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، أين أكد في هذا اللقاء على أهمية الحركة الجمعوية في صناعة القرار باعتبارها شريكا فعالا في بناء الجزائر الجديدة. تعديل هذا الدستور ليترجم في الحقيقة قناعة السيد رئيس الجمهورية وبرنامج السيد رئيس الجمهورية الذي وعد بإجراء تعديل دستوري عميق لنقل الجزائر للتغيير الإيجابي اللي صوت المواطن فيه يحترم، وللمجتمع المدني فيه تصبح عنده مكانة، وليفصل فيه بين السلطات، ولتصبح فيه محكمة دستورية أعطى للمجتمع المدني ما لم تعطيه الدساتير السابقة. كما استمع نزيه بن رمضان إلى انشغالات الحركة الجمعوية وأبرز أليات تحقيق التشاركية. وضع منصة إلكترونية في كل ولاية، هذه المنصة الإلكترونية ترافق جميع الجمعيات وتقوم بتقييم دوري لكل جمعية من خلال النشاطات. احنا ماشيين ممكن في الاتصال وفي هذه النقطة، نقطة التكوين، الكثير من الإخوان تكلموا عليها وهي الرقمنة. نعم، من ضروري تكون وتقدر تكون بشكل بسيط جدا على مستوى ولائي، وأيضا على مستوايا كمستشار لرئيس الجمهورية ستكون منصة رقمية اللي هي خريطة وطنية لكل الجمعيات. وفي الأخير تعهد مستشار رئيس الجمهورية بالعودة مجددا لهذه الولاية لمتابعة فعاليات المجتمع المدني.